أول بطولة شاركنا فيها قبل تقريبا سنة ونص كانت في الديار في بيت لحم وكانت على مستوى فلسطين، والحمد لله كان يعني كانت شوي صعبة لأنه في بداياتنا، الحمد لله حصلنا على هاي البطولة. آخر بطولة إحنا شاركنا فيها هي بطولة الاستقلال في اللي جرت على أرض جامعة بيرزيت بمشاركة 6 فرق فلسطينية من جميع أنحاء فلسطين. حصلنا على البطولة المركز الأول طبعا، وبالمناصفة مع النجاح، النجاح كان الوصيف جامعة النجاح. الحمد لله تغلبنا على جميع الفرق. طبعا في عندي أنا 7 لاعبات تم اختيارهم سابقا لمشاركة خارجية في الجزائر للمنتخب، منتخب فلسطين. والسنة هاي إن شاء الله بيزيدوا 4 لاعبات، يعني بصير الحمد لله تقريبا الفريق من فريق صالة بلدية الخليل يعني 11 لاعبة. إلنا مشاركات خارجية طبعا، إحنا شاركنا في الجزائر في بطولة أقيمت في الجزائر، شاركنا فيها الحمد لله مثلنا فيها تمثيل كتير محترم. طبعا أنا كنت من الجهاز الفني، موجود في الجهاز الفني للمنتخب النسوي منتخب فلسطين، مثلنا تمثيل كتير محترم. أوكي ما أخذناش مركز متقدم، لكن إحنا كان مستوانا في اللعب مع الفرق، مع منتخب الجزائر، مع الفرق اللي شاركت كمان في البطولة، مستوى كتير محترم. أكيد يعني لما يصير في منافسات ولعب يعني دوري مستمر للفرق جميعها بتتطور اللعبة، بصير في اهتمام أكتر سواء من اللاعبين أو المدربين أو الأندية. طالبنا كتير يعني من الاتحاد الفلسطيني، من الأولمبية، إنه أنتوا يا جماعة اعملوا لنا دوري مستمر خلال السنة على الأقل 6 شهور. تلقينا دعوة حديثة إن شاء الله جاري العمل عليها، وهي الدعوة لبطل آخر بطولة في فلسطين اللي هو إحنا صالة بلدية الخليل. الدعوة هي من إيطاليا. اللي بلعب بالفريق سنتين من لما تأسس الفريق، أخذنا بطولتين، بطولة أول سنة اللي هي بطولة ديار بيت لحم، وشاركنا بطولات خارجية اللي هي الجزائر، بطولة الصمام. وانه بالنسبه لاول مشاركه كانت اهداف انه نتائج منيحه نوعا ما. انا حسيت في الفرق بين البطوله اللي عدت في 2015 وبين بطوله 2016 كحارس مرمى، يعني كانت التحركات تبعتي مختلفه واللعب مختلف، يعني صار في تقدم وتطور لمستوى اعلى. كيف هذا الشيء بيعطي حافز صراحه، انه كان حافز اكثر بيعطي لقدام انه انا اتطور عشان ممكن انا اصير في المنتخب، انه يصير في دعم، يصير في يعني تنميه للفريق النسوي لكره اليد سواء على مستوى كره اليد او على مستوى اي رياضه ثانيه. كل ما عملوا لنا بطوله ومشاركات خارجيه او حتى على مستوى مثلا الخليل، فبيكون كثير باول مستوانا وبيطور مستوانا.